الطيور جارحة هي حيوانات قوية جداً، ولا ترحم أي كائن تجده في طريقها، خاصة عندما تلاحظ أن حجمه في متناولها. ولهذا فالعديد منا يرغبون في مشاهدة هذه الحيوانات وهي في العمل، لأنه من الممتع أن يشاهد الإنسان هذه الطيور الجارحة الضخمة وهي تصطاد فريستها، مثل مشاهدة الصقر المتعطش للدماء، وكيف يمكن للنسر أن يخطف ماعزاً جبلياً أو طفلاً صغيراً ويرتفع به في السماء، وهجمات طائر الشاهين ومواقف أخرى مثيرة. شاهد معنا هذا الفيديو المثير حتى النهاية. صقر الشاهين في مهمة صيد. يعتبر صقر الشاهين من أسرع الطيور في العالم، فبالإضافة إلى أنه قوي وشرس للغاية، تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة، وهو ما يمكنه من القبض على فريسته في وقت قياسي، حيث لا يترك لها أي مجال للهروب. الصقر ظهر في الصورة وهو رفقة صغاره في عشهم، وفجأة هجمت مجموعة من البجع الطائر وحاولت خطف الصغار، لكن صقر الشاهين دافع عن صغاره بشراسة وطرد تلك الطيور، ثم لحق بأحدهم أسقطه في البحر وانقض عليه وأحضره كفريسة لصغاره. طائر الهوك في مواجهة أفعى. طائر الهوك هو أحد أنواع الصقور الجارحة، تعيش في نصف الكرة الشمالية، وهو طائر نادر. هذا الطائر معروف عنه قوته وشجاعته، والدليل على ذلك هو أنه واجه أفعى عملاقة لوحده في هذا المقطع. الحيوان الذي يبدو حجمه صغير بالمقارنة مع الطيور الجارحة الأخرى، هاجم الأفعى التي حاولت أن تقترب من عشه وأسقطها من فوق المرتفع إلى الأسفل. النسر في مواجهة ماعز الجبل. النسر هو طائر جارح قوي جدا، وهو ما جعله يهاجم تيسا بريا في هذا المقطع، على الرغم من أن التيس كان كبير. النسر الأول حاول أن يحمل التيس ويحلق به في السماء، لكن وزنها كان أكبر مما كان يتوقع، وهو ما جعله يجد صعوبة في حملها، إلى أن وصل أحد زملائها وأنقذها. أما في المشهد الثاني فقد حمل النسر المعزة وحلق بها، لكنها حاولت المقاومة، ما جعلها تفلت من قبضته وسقطت في الهاوية، وهو ما تسبب في هلاكها، ليلحق بها النسر ويجدها فريسة جاهزة. الأمر يصبح أكثر سهولة عندما يتعلق الأمر بتيس صغير، فالنسر في هذه الحالة يحمله بسهولة ويطير به إلى مكان هادئ ثم يفترسه. إذا تمكن النسر من حمل تيس صغير، فهذا يعني أنه يمكنه أيضاً أن يحمل طفلاً صغير، مثل ما فعل مع هذا الصبي الذي كان رفقة لأمه في الحديقة، حيث حمله إلى ارتفاع مترين. عندها تفطنت الأم للأمر وذهبت تجري، ومن حسن حظها إن النسر أفلته وتركه يسقط على الأرض ثم طار بعيداً. النسر في مواجهة النسر الذهبي. كل من النسر العادي والنسر الذهبي شرس وقوي ولا يحب الاستسلام، لكن ماذا لو واجها بعضهما؟ من المؤكد إن المواجهة ستكون من أجل الفوز بالفريسة، مثل ما نشاهد في هذا المقطع. فبينما كان النسر الذهبي يأكل فريسته، هاجمه نسر أسود وحاول الاستيلاء عليها، لتنشب بينهما معركة شرسة، حيث بقيا يوجهان ضربات لبعضهما البعض، وتمكن النسر الذهبي من طرد النسر الآخر في نهاية المطاف. البجع الوردي في العمل. يعتبر البجع الوردي من أضخم أنواع البجع في العالم، فهو يتميز بمنقاره الطويل وفكه السفلي المرتبط بكيس الحلق، الذي يسمح له بحفظ الكائنات التي يصطادها هناك قبل هضمها وبلعها. البجع الوردي كما يظهر في هذا المقطع يصطاد الطيور الصغيرة بشتى أنواعها ويدخلها في كيس الحلق عنده، لكي يشل حركتها ثم يهضمها. كما يقوم هذا الطائر الذي يمتاز بالسرعة عند الهجوم على فريسته بصيد الأسماك بمنقارها القوي،
بالإضافة إلى باقي القوارض والزواحف. البومة تحمي الكتاكيت. في هذا المقطع سوف نشاهد كيف تقوم البومة بحماية صغارها من هجمات الحيوانات الأخرى التي تحاول خطفها. فالبومة تتميز بطريقتها الفريدة من نوعها في الدفاع عن صغارها، فهي تغطي عش صغارها وتبقى تنتظر هجوم الطيور الأخرى، وعندما يصل الطائر ترفع قدميها في السماء وتحاول ركله لكي يبتعد عن صغارها. أما عندما يتعلق الأمر بالذئاب فهي تهاجمه عندما تلاحظ أنه يقترب من عش صغارها وتحاول تشتيت انتباهه وتضليله لكي يبتعد عنها. طائر الهوك في مواجهة الإوزة. كما قلنا في السابق، طائر الهوك هو طائر صغير الحجم لكنه قوي وشرس، وقد تجلى ذلك في هذا المقطع عندما هجم على هذه الإوزة الضخمة. فبعد أن شاهدها من فوق انقض عليها وضربها على رأسها وأسقطها أرضا، ثم واصل ضربها. قاومت الإوزة بكل قوتها وحاولت أن تبعده عنها، لكن طائر الهوك كان عنيد للغاية وتمكن في النهاية من إمساكها من رقبتها وأسقطها أرضا وشل حركتها. صقر الهوك ضد الغراب. دائما مع صقر الهوك المشاغب، وهذه المرة تم التقاط مقطع فيديو له وهو في معركة طاحنة ضد غراب. وعلى الرغم من أن الطائرين لاحظا أن عددا من الأشخاص كانوا يتفرجون عليهما، لكنهما وصلا صراعهما على مقربة منهم. كان الغراب قويا وشرس وتمكن من توجيه ضربات قوية لصقر الهوك، وفي الأخير حلق بعيدا في حين بقي خصمه يعرج بعد أن تعرض لإصابة على مستوى إحدى قدميه. نزلت مجموعة من طيور العقعق لكي تلقي نظرة على صقر الهوك، لكن هذا الأخير هاجمها وطردها. وبعد لحظات عاد الغراب مرة أخرى وحاول مهاجمته مجددا، لكن الصقر وقف له بالمرصاد وواجهه رغم إصابته. وفيما يلي سوف نعرض عليكم بعض اللحظات التي ستجعلكم مندهشين وغير قادرين على التعليق عليها، حيث نشاهد كيف هجم الصقر على هذه الأفعى وقبض عليها بمخالبه القوية في حين نشبت معركة طاحنة بين هذه الطيور وكانت توجه لبعضها ضربات قوية. أما هذه الغربان وعلى غير العادة لم تخف من القطط التي كانت بالقرب منها حيث كانت تهاجمها، وبعدها اندلعت معركة شرسة بين القطين. أما هذه البجعة فقد اصطادت سمكة السلور هذه بطريقة مذهلة، وعلى الرغم من أن حجم السمكة كان يبدو كبير لكنها تمكنت من بلعها دفعة واحدة.